وهو عنده فن المناظرة وفن الاحتجاج والنقد والحل والرد، بدأ بالتأليف فيما يرتبط بأهل الكتاب، وأنتج إنتاجات رائعة في هذا الجانب، بحيث لا يعرف أن أحدا من علمائنا أو من علماء غيرنا كتب كتبا في هذا المجال بهذه الدقة، بهذه المتانة، بهذا المقدار من الاستناد. عند كتاب الرحلة المدرسية، كتاب قيم جدا، يتعرض فيه إلى تهافت أفكار المسيحيين ومعتقداتهم ومخالفة ما هم عليه اليوم لما هو موجود في الإنجيل، ويبين كيف أن الإنجيل يبشر بالنبي ويخبر عن أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي يمضي المسيح عيسى بن مريم، يمضي الإسلام ويدعو إليه لما يبشر به. تبشير شنو معنى؟ معنى أن واحد يشير إلى الناس، ترى واحد جاي كذا، نبي فلان، صدقوه واتبعوه. كتاب الرحلة المدرسية من الكتب القيمة جدا في هذا الباب. عند كتاب آخر على نفس الوزن اسمه الهدى إلى دين المصطفى، يتعرض فيه إلى ما أثاره المستشرقون من شبه، ويرد عليهم ويحاول أن يستدل على خطأ أفكارهم وآرائهم من كتبهم المعتمدة. مو فخر أنت تيجي تقول والله الدين اليهودي أو المسيحي مو عدل، ليش؟ لأن الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا ما يقبله المسيحي ولا اليهودي، يقول لك أنا ما أقبل أصلا القرآن ولا أقبل النبي محمد، أنت جاي تستدل لي بكلام النبي محمد ولا بالقرآن، اثنيناتهم ما أقبلهم. لازم أنت تستدل عليه بما يعتقده، بكتابه هو، بما يعتقد أنه كتاب منزل من السماء، بالتوراة إن كان يهوديا وبالإنجيل إن كان مسيحيا. وهذا اللي سواه المحقق الشيخ محمد جواد البلاغي أعلى الله مقامه. عند من الكتب أيضا كتاب اسمه أعاجيب الأكاذيب، هذا متبع الفريات التي افتراها المستشرقون المسيحيون واليهود على الإسلام وروجوها بين تلامذتهم. مع الأسف في فترة من الفترات صار أن من يريد أن يعرف بالثقافة ويتخرج في الجامعات يدرس على يد هؤلاء المستشرقين الأجانب. طبيعي، عادة الإنسان يتأثر به آراء أستاذه، فهذول المستشرقون والأساتذة المسيحيون واليهود سربوا إلى تلامذتهم، مثل أحمد أمين مثلا. شنو هذا الموقف اللي يتخذه أحمد أمين المصري من التشيع ومن الشيعة؟ مو بعيد عن رأي المستشرقين أبدا. طيب، عندما يقول أن التشيع كان ملجأ يلجأ إليه من أراد هدم الدين من كذا وكذا وكذا، هذا مو بعيد عن كلام المستشرقين، وموثق هذا الأمر أيضا. فيتأثر هؤلاء بأولئك. الشيخ البلاغي أعلى الله مقامه الشريف تتبع هذه الأكاذيب واحدة واحدة وكشف زيفها وخطلها بنقاش متين وعلمي ودقيق، لم يتخط فيه آداب الحوار الراقي، ما نزل إلى مستوى الشتائم ولا السباب ولا التجريح في الطرف المقابل، كان هادئا علميا يعتمد على الكتب التي يراها الخصم حجة عليه ويبرهن برهان قوي.